وصوم مولدي وانبياني وانبياني وصوم مولدي نيقيني نيقيني من بيد أحمدي نيقيني نيقيني من Na peponi, na peponi, tawapeka Ahmadi. Na peponi, na peponi, tawapeka Muhammadi. Wambieni, wambieni, wasoma o mauli. Detushani, detushani, tu soma o maulidi. Kwa manani, atotuwe kabaidi. Kwa manani, atotuwe kabaidi. Namini, namini, tatombe zaidi. Namini, namini, tatombe zaidi. Tu fuzeni,
سمان قرديد تفوزاني تفوزاني كسمان قرديد رحماني رحماني أتفورحي ودودي رحماني رحماني أتفورحي ودودي ولد المبدع
فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواه يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاه نظمت أسامر الرسل فهي صحيفة بيضاء واسم محمد طغراء ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنى حرك مطاياك إلى حما سيدي ثلاثين طويل مراحل حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا إلى رسول الله حرك مطايا حرك على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون عقيق اجتمعنا نحن وسود العيون ما ظن مجنون ليلى قد جن بعض الجنون ظن مجنون ليلى قد جن بعض جنون إلى رسول الله ورا
هذا بدي على العقيق اجتمعنا نحن أسود العيون على العقيق اجتمعنا نحن أسود العيون ما ظن مجنون ليلى قد جن بعض جنوني ما ظن مجنون ليلى قد جن بعض جنوني لا رسول الله زلت أما المطايا وقلتهم يحملوني ما زلت أما المطايا وقلتهم يحملوني إلى منازل قوم ساروا ولا ودعوني إلى منازل قوم ساروا ولا ودعوني لا رسول فرقتهم يوم الاثنين صبح الثلاثاء وحشوني فرقتهم يوم الاثنين صبح الثلاثاء وحشوني فيا عيوني عيوني ويا جفوني جفوني فيا عيوني عيوني ويا جفوني جفوني لا رسول الله سر يا رسولي إليهم سرعا وقبل يديهم سر يا رسولي إليهم سرعا وقبل يديهم واقرأ السلام عليهم لعلهم يرحموني واقرأ السلام عليهم لعلهم يرحموني إلى رسول الله جاني رسولي يضحك وقال أبشر باسم الحق جاني رسولي يضحك وقال أبشر بصلحك بحق عيشك وملحك هم بالوصال وعدوني بحق عيشك وملحك هم بالوصال وعدوني لا رسول الله حرك مطاياك وارحل ningeliku anambawa za kushoto na kulia
ningelikuwa na mbawa za kushoto na kulia, za kuruka sawa sawa, ningemzuru nabia. Za kuruka sawa sawa, ningemzuru nabia ila rasulil. Madina ni upi anisalimie bwana, mwenda Madina ni upi anisalimie bwana, akamwambie kwa dhati kuwa nampenda sana, akamwambie kwa dhati kuwa nampenda sana ila rasulillah. Maulidi yamefana na yamekuwa mazuri, maulidi yamefana na yamekuwa mazuri, amehudhuria bwana ni nuru yula nore, amehudhuria bwana ni nuru yula nore ala. Hata sina la kunena, furaha imenizidi. Hata sina la kunena, furaha imenizidi. Amehudhuria bwana, yamefana maulidi. Amehudhuria bwana, yamefana maulidi. Ya Rasulillah. ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء. يا محيا كالشمس منك مضيء ومحيا، ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت ليلة غراء، أسفرت عنه ليلة غراء.
ليلة المولد كان لي ليلة المولد الذي كان لي سرور بسرور بيومه وازدهاء سرور بسرور بيومه وازدهاء يوم نالت يوم نالت بوضع من فخار ما لم تنه النساء من فخار ما لم تنه النساء وأتت قومها بأفضل مما وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم حذره مولدك كان منه في طالع وبال عليهم وبال عليهم هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوي رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه أما قبره الكريم وتسليم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sasa ndio kipindi muhimu zaidi katika haya maulidi nao ni kipindi cha kumuomba Mungu hakuna jambo muhimu kwa mwanadamu kama dua قل ما يعبأ بكم ربي بس هيلو تو سي سوالا nyingi سي صومو nyingi سي حجا nyingi سي مولدي mingi ni dua nyingi na popote pakiwa hapa na dua basi uyue hili haliwezi kupatikana ma yaabau bikum rabbi hajali kwa lolote lakini laula duaako dua peke yake na haswa sisi umma wa sasa tuhitaji sana dua matatizo yamekuwa mingi yaloharibika ni mingi lakini ni kwetu tutayaona mingi ama kwa Mungu
hakuna mingi wala wingi, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ni mkubwa kushinda mingi kushinda wingi. Kwa hiyo ahitaji yalo kwetu sisi ni ikhlasi tu, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, na wama umiru illa liya'buduhu liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Ikhlasi katika kuomba ni kitu katika jambo lolote. Unajua mimi namsemo nasema kwamba ikhlasi ndio namba, ibada zote ni zero, ikhlasi ndio namba. Swali swala utakazo swali ni zero. Zero bila namba, mtu akwambia bwana ndo nitakupa 0 milioni amekupa ni. Lakini mmoja akwambia katika hizo 0 milioni mimi nitakuongezea namba moja tu, ni upe alokupa nyingi. Ule moja ndo zile zero zote zitafanya kazi. Kikosekana ile moja, zile zero zote hurudi zikawa nazo nini? Zero. Kwa hiyo zero bila namba ni zero. Lakini zero kiingia namba ni hatari sasa zile zero. Kwa hiyo namba ya ibada zote ni ikhlas. Tuwe na ikhlas inshallah. Na la mwisho, tuwakumbuke wale tutangulia. Na tuweni na hamu ya mambo kama haya. Wallahi leo nimefurahi mimi, sikulia kwa kumkosa ami yangu, nimelia kwa kufurahi kwamba mmemkumbuka ami yangu sehemu kama hii. Fikiria ningemkumbuka ami yangu mpirani, ingekuwa haina maana. Ukumbuke mtu wako kwenye sinema haina maana, lakini ukimkumbuka mtu wako kwenye vikao kama hivi lazima ulie kwa furaha. Lazima wallahi utalia kwa furaha. Na sisi tujiulize hasa, na sisi Mwenyezi Mungu atujalie tukumbuke kwenye mambo kama haya. Wallahi bahati yake yule kila atakayekiweka kichanu cha kusifiwa mtume hukumbukwa hapa alikuwa yuko fulani. Kile kiwekwa chanu cha mtume hapa alikuwa yuko fulani. Ah, siku fulani mahala hapa alikuwa mahala pa kadhaa. Na sisi inshallah Mwenyezi Mungu ajalie tuwe wenye kukumbukwa. Kwa hiyo katika hizi dua tutakazo kuomba, tumuombe na yeye inshallah, na wale waliotangulia na wazazi wake na wazazi wetu wote inshallah. Mwenyezi Mungu na sisi atupe istikama katika mambo kama haya, wala situpe mitihani. Haya ammi yetu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفى يا من تنزع في ذاته وصفاته الأحدية على أن يكون له فيها نظائر وأشباب يا من تفرل بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سوى يا من استند لنا إلى قوة قيومية وأشهد بفضله من استشهده واستهداه. أسألك اللهم بأنوارك القدسية الذي أزاحت من ظلمات الشك دجيا، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجم بأصحابه وله الأهل والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا أن توفقنا في الأعمال والأقوال في الأقوال والمال الإخلاص النية وتنجح لكل منا الحاضرين والغائبين مطلبه ومنى تخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الأمال ما بغضن النوم تغفينا كل مذلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهوى هوى وتدني لنا من حسن يقين غضوفا دانية جنية وتمو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعزه وعصره وعيا وتسهل لنا من صالح الأمال ما ستره وتعم جمعنا هذا من خزائن من حكا سنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سماك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ووجيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وغسلناك راجنا مواهبك للدنيا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه اليوم وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رقية
وسقنا غيثا يا أم انسياب شبي شب شب وربا وفل لناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البنسجين نسبة ومنتم حق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية وجعل مع المقربين مقيله وسقنا واستر له عيبه وعزه وهجره وعيه وكاتبها وقارئها ومن اصاغ اليها سماه هو. اللهم صل وسلم على اول قبل للتجلي من الحقيقه الكليه وعلى اله وصحبه ومن نصره ما شرفت الاذان من مصفه ذريه باقراط جوهريه وتحلت صدور المعافل المنيفه بعقود علم وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان تصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه. واياك نستعين الصراط المستقيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.